أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها أوضاع الطلاب المعيشية والنفسية في ظل إهمال الحكومة لملف الطلاب. مع انتشار جائحة كورونا في دول العالم سارعت الحكومات لاتخاذ تدابير لحماية مواطنيها المغتربين في تلك الدول، لعل أهمها تسيير جسور جوية لنقلهم إلى أوطانهم أو على الأقل نقلهم لمناطق بعيدة عن بؤرة انتشار فيروس كورونا القاتل. علاوة على ذلك نسقت مع الجهات المعنية في كل دولة لضمان توفير سبل المعيشة والحماية الصحية، لكن للأسف لم يحدث من ذلك شيء مع المغتربين اليمنيين، حتى أولئك المتكدسين في المملكة العربية السعودية التي يتواجد فيها رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة. بالنسبة للطلاب فإن معاناتهم مركبة، فعلاوة على إهمالهم أثناء كورونا لم تقم حتى بصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة لشهور. ما طبيعة هذه المعاناة وما الذي يجب فعله لتدارك أوضاعهم المتردية وما خياراتهم في لفت انتباه الحكومة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيوف الحلقة من طلاب من دول مختلفة لنقف على طبيعة المشكلة ونبدأ بمتابعة آراء لبعض الطلاب من الهند وباكستان، نشاهدها سويا ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. نحن كطلاب اليمن في جمهورية باكستان نواجه جائحة كورونا بين أربعة جدران. ناشدنا الحكومة أكثر من مرة، ناشدنا وزارة التعليم العالي والمالية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئاسة النواب بإرسال مستحقاتنا المالية، كون الوضع أصبح خطير جدا بسبب الانتشار السريع لجائحة كورونا في العالم وبما فيها جمهورية باكستان. للآن الحالة المصابة في جائحة كورونا 14,000 حالة في جمهورية باكستان. يا وزارة التعليم العالي، يا وزير التعليم العالي، يا وزير المالية، السبب والعرقلة من قبلكم أنتم يا وزارة المالية، اتقوا الله، أنتم محاسبين، والله إنكم محاسبين أمام الله بتأخير مستحقات الطلاب اليمن في الخارج. اتقوا الله يا رئيس الجمهورية، شوف حكومتك يا رئيس الجمهورية بقاه الله وقاه النبي، الطلاب اليمنيين في جمهورية باكستان وفي أنحاء مدن وفي أنحاء دول الابتعاث بدون مستحقات مالية. اتقوا الله طلابكم في اليمن في الخارج، اتقوا الله، لدينا طلاب نفقة خاصة في جمهورية باكستان بدون مستحقات مالية، يواجهون جائحة كورونا بدون مستحقات مالية، لابد أن تعمل لهم حل عاجل وجذري. فإن الطالب يعيش في حالة مأساوية وسيئة جدا، فهو إلى الآن لم يتم صرف مستحقاته للربع الرابع من العام 2019 ولا الربع الأول والثاني للعام الجاري 2020، مما دفع كثير من الطلاب لأسر دراستهم والبحث عن عمل أو محاولة التوفيق بين الدراسة والعمل من أجل توفير مصاريف المعيشة والرسوم الدراسية. ولكن بعد توقف كل مظاهر الحياة وانتشار فيروس كورونا الذي هدد حياة الملايين على مستوى العالم ومع الحجر الصحي المفروض هنا في الهند منذ أكثر من شهر ونصف، فإن تأخير المستحقات يقتل الطلاب. فالطالب الآن يعيش غارقا بين همين، هم الدراسة وصعوبتها وهم من المصاريف وكيفية توفيرها. إن الحكومة اليمنية لا تدرك ولا تريد أن تدرك مدى خطورة ضياع الطالب اليمني الذي هو يعتبر ركيزة نهضة اليمن، فإنهم لا يلقون لذلك بال ولم يحركوا أي ساكن. نقول لهم كفى عبثا يا هؤلاء، اصرفوا مستحقات الطلاب، طلاب الاستمرارية ينتظرون منكم الكثير، فلهم أكثر من عام ونصف يدرسون على حسابهم الخاص، طلاب النفقة الخاصة منتظرون تعاونكم معهم والنظر إلى حالهم، كفاكم عبثا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن مشاهدينا هي مشكلة الطلاب التي يعني منذ أربعة أعوام والطلاب في شكوى مستمرة من إهمال الحكومة لمعاناتهم ولتقديم مستحقاتهم من فترات طويلة ماضية، وأيضا يشكون الطلاب من جائحة كورونا التي انتشرت في العديد من دول العالم. كل الدول تحركت وقامت بما يلزم تجاه
رعاياها من طلاب ومواطنين، إلا دولتنا للأسف حتى الآن لم تتحرك ولم تلتفت إليهم حتى اللحظة. إذن نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي معنا عبر سكايب من كوالالمبور من ماليزيا، محمد الرشيدي رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين هناك، وضيفي الآخر من موسكو من روسيا رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد الطلبة اليمنيين السيد أنور السفياني. إذن أبدأ مع ضيفي من ماليزيا السيد محمد الرشيدي. سيد محمد مساء الخير. أسعد الله مساءكم بكل نور، وشكرا جزيلا لقناة بلقيس على هذه على هذا الجهد الرائع مع الطلبة المبتعثين في الخارج. أهلا بك سيد محمد. يعني نتحدث اليوم عن معاناة مستمرة، يعني أعتقد يعني 3 سنوات ونحن ما زلنا نخوض في الحديث بقضايا الطلاب والإهمال القائم لملفهم، يعني حدثنا عن طبيعة الوضع. في الحقيقة الأوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج متراكمة ومعقدة للغاية. للأسف يؤسفني أن أتحدث اليوم عن الطلبة اليمنيين المبتعثين في ماليزيا وفي بعض دول الابتعاث أصبحوا يعيشون في هذا الوضع من أموال الزكوات وأموال الصدقات التي تجمعها الجامعات وتجمعها زملاؤهم من الجنسيات الأخرى، وهذا شيء مؤذي ومحزن تقبله الحكومة اليمنية المختصة وفي وعلى رأسها وزارة المالية التي إلى اليوم تتعنت بتحويل المستحقات المالية بعد أن أخبرنا وزارة التعليم العالي بأن وزارة المالية السبب الرئيسي في عرقلة إرسال المستحقات المالية. أنا أقولها وبصراحة وبحكم أني مسؤول عن هؤلاء الطلاب المبتعثين في ماليزيا، نحن ندعو ونطالب الحكومة أنها تسعى لإعادة وترميم الثقة بينها وبين الطلبة المبتعثين في الخارج. هؤلاء الطلبة هم الذين أرسلوا القرارات الرسمية، وكل هؤلاء الطلبة هم جزء لا يتجزأ من مواطنيها في الخارج. يجب عليها أن تعيد بناء الثقة بينها، وبناء الثقة لا يكون إلا بشرطين. الشرط الأول أن تسلم جميع المستحقات المالية المتأخرة، ربع الأرباع 2019 والربع الأول والثاني لعام 2020، وأن تتعهد الحكومة لمجلس النواب وأمام المساءلة وأمام رئاسة الجمهورية بأن تنتظر في إرسال المستحقات المالية، لأن عدم إرسال المستحقات المالية التي لا تكاد تفي بالمعيشة، عدم انتظامها وتأخرها لمدة طويلة تحدث إرهاكا لدى الطلبة المبتعثين وتشغلهم عن الجري وراء التحصيل العلمي والمعرفي، جري في كيفية يقتاتون ويعيشون أسرهم وأولادهم في دول الابتعاث. نعم، طيب يعني سيد محمد، يعني البعض يتساءل بأنه يعني كيف تعيشون حاليا؟ يعني كانت في الفترة السابقة ربما الوضع مختلف نوعا ما، يعني يستطيع الطالب تدارك وضعه نوعا ما بأن الحياة قائمة كانت بشكل طبيعي، لكن مع أزمة كورونا يعني هناك موظفين توقفوا عن العمل، فما بالك بطلاب كانوا يعتمدون على مصادر عيشهم من الحكومة، يعني كيف تعيشون اليوم؟ أولاً الطلبة المبتعثين في ماليزيا وفي شتى دول الابتعاث كانوا يعيشون معيشة صعبة قبل أن يأتي كورونا. لماذا؟ لأنه كانت تتأخر مستحقاتهم المالية لأشهر عديدة، ثم جاءت مشكلة كورونا، يعني زادت المشكلة تعقيد وسوءاً. أنت الآن عندما تتحدث أنه بيني وبيننا كطلبة مبتعثين وبين آخر مصرف استلمناه 6 أو 7 أشهر، هذا يعني أن المصرف الذي سنستلمه الآن هو لا فائدة منه من الناحية، أنه سيذهب إلى جيوب الدائنون الذين استددنا منهم وأخذنا منهم
الاموال مطلوب ليصرف على اهلنا واسرنا في هذه الدول، وبالتالي هذا الربع الذي سياتي ما يقال باللهجه العاميه عليه العوض ان صح التعبير، لم ياتي الى جنوبنا سيذهب الى دائنون. هذه مشكله كبيره. مثلا عندنا في ماليزيا، ماليزيا دولة سياحية، لا يستطيع أي شخص كائنا من كان أن يعيش دون سيولة مالية. هناك إيجارات، هناك مصارف للأسرة للأولاد، هناك مدارس، هناك مواصلات، هناك التزامات صحية. يعني الآن نعيش في موسم رمضان ومقبلون على موسم العيد، وهناك ثلاثة يعني أرباع مدينة لنا الحكومة بها. المشكلة هي في يجب على الحكومة. طيب سيد محمد، سأعود إليك. وأن تعيد تصرفاتها تجاه المستضعفين. نعم، سأعود إليك سيد محمد، ابقى معي وأتمنى أن عندما أعود إليك أن تقرب الميكروفون قليلا من فمك حتى نستطيع سماعك أيضا بشكل أفضل. تكرم بالبقاء معي وأذهب الآن لضيفي من روسيا. سينضم إلينا رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد الطلبة اليمنيين السيد أنور السفياني. سيد أنور مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد أنور. ربما روسيا يعني من الدول التي يعاني الطلاب فيها بشكل كبير، ورأينا احتجاجات كبيرة خلال الفترة الماضية، أيضا رأينا ردة فعل غير متوقعة وغير طبيعية من السفارة اليمنية بسجن بعض الطلاب في تلك الفترة. يعني ما هي أوضاعكم حاليا؟ يعني هل تغير التعامل وتغير الوضع، أم ما زلتم يعني أو ما زالت المعاناة تتفاقم بشكل أكثر؟ نعم، بداية شكرا جزيلا على الاستضافة، وسأتحدث بكل شفافية عن أوضاع الطلبة اليمنيين الدارسين في روسيا. كما أسلفت بالحديث عن أن المعاناة قديمة وسابقة في الأوضاع الطبيعية، ما بالك في الأوضاع الحالية. طبعا تفشى فيروس كورونا في روسيا بشكل كبير، سبب هذا الوباء مضاعفات كبيرة جدا لهؤلاء الطلاب، لأن الطالب اليمني في روسيا يعني خصوصا طلاب النفقة الخاصة معتمدين بشكل أساسي على أعمال يومية. فالآن كل الطلاب اليمنيين داخل السكنات داخل الحجر الصحي. أيضا تم التأكيد عن إصابة زملاء في جامعة صدقة بين الشعوب، وكذا في بقية المدن لا توجد أي إصابات أخرى، لكن يعيش الطلاب اليمنيين داخل السكنات الموبوءة يعني معرضين للخطر في أي لحظة. كما تحدثت أيضا عن دور السفارة، للأسف الشديد دور السفارة سلبي للغاية ولا يكاد يذكر يعني حتى الآن. سبق وإن ناشدنا سعادة السفير بتاريخ 5 إبريل قبل يعني انتشار جائحة كورونا لتدارك الأمور والعمل معا. نحن في اللجنة التحضيرية والسفارة نكون مكملين لبعض يعني تدارك الأوضاع قبل أن تحل الكارثة، لكن لا حياء لمن تنادي. اقترحنا العديد من أو قدمنا بالأصح برسائل رسمية العديد من المقترحات، من ضمنها قبل تفشي وباء كورونا داخل جامعة الصداقة بين الشعوب أن يتم نقل هؤلاء الطلاب وعددهم 65 طالب إلى مكان آمن، وتقديرا لأوضاع البلد وعدم قدرة الحكومة والسفارة على دفع المبالغ للإيجارات، اقترحنا نقلهم إلى مبنى السفارة على اعتبار أن السفارة كبيرة جدا وتتسع للكثير. قدمنا كل المقترحات، لكن مقترحاتنا لم حتى يتم الرد عليها أو يعني العمل على أساس هذه المقترحات. دور السفارة غائب تماما، ونتمنى من وزارة الخارجية. طيب أنور، يعني أنت تحدثت عن أن هناك حالات مصابة وكذا. نعم، أنت تحدثت عن أن هناك حالات مؤكدة لطلاب
مصابين بكورونا في جامعة الصداقة كما ذكرتها. يعني نتساءل هنا، هل هناك أي تحرك أو أي موقف مسؤول من قبل السفارة تجاه أوضاع الطلاب، خصوصا مع يعني التأكد من إصابات بعضهم؟ طبعا كما تحدثت انه اصابات مؤكده، نعم لطالبين اصاباتهم مؤكده، وتم نقلهم، نقل احدهم الى احد المستشفيات، وحالتين متبقيه داخل الحجر الصحي. دور السفاره بعد ما يعني وجهنا، بعد ما وجهنا المناشدات، بعد ما عملنا زوبعة إن صح التعبير، بدأت تتحرك، لكن لم يكن هذا التحرك يعني مؤثر إلى حد اللحظة. صحيح أجرى سعادة السفير اتصالات معهم كما تحدث، أيضا ربما قدم لهم مساعدة بسيطة، وهذه كانت بتوجيهات وزارة الخارجية. نحن على تواصل مع وزارة الخارجية ونطلب انه تتحرك السفاره وفقا لتوجيهات وزاره الخارجيه ورئاسه الوزراء. مع هذا نستمر بالمطالبه بنقل زملائنا المتبقين داخل هذه السكنات الموبوءه الى اماكن امنه، ويعني العمل بشكل كبير. الكارثه كبيره وعظيمه، واذا لم تتحرك السفاره بشكل يعني متناسق مع الأوضاع الحاصلة، فستحدث الكارثة لبقية الطلاب داخل السكنات في بقية المدن الأخرى. إذا سمحت لي سأتحدث عن المعاناة التي يعني يعيشها الطلاب اليمنيين. طبعا المعاناة كما هي في الدول الأخرى، تأخر المستحقات المالية حتى اللحظة 3-4 متأخرة. سنتحدث ببقية التفاصيل والكثير من النقاط، لكن سأعود إليك سيد أنور. الربع الأول والربع، ابقى معي سيد أنور، سأعود إليك وسنناقش جميع التفاصيل سويا، ولكن أذهب الآن لضيفي من كوالالمبور محمد الرشيد. إذن محمد، يعني ما الذي تريدون من الحكومة، أو ما الذي يجب أن تفعله الحكومة لأجلكم حاليا، خصوصا يعني مع الوضع الاستثنائي؟ هناك واجبان على الحكومة أن تعملها، واجب تجاه الطلبة اليمنيين المبتعثين، وواجب تجاه الطلبة الذين جاءوا على نفقاتهم الشخصية. أما المبتعثين فيجب على الحكومة أن ترسل مستحقاتهم المالية المتأخرة لثلاثة أرباع، لأن الربع الواحد لا يكفي. نحن اليوم نتكلم بعد شهرين أو ما يقارب من 50 يوم من بداية انتشار فيروس كورونا. يجب عليها أمام المبتعثين أن تصرف ثلاثة أرباع. ثانيا يجب عليها أن تتعاون مع الطلبة الخريجين الذين نزلوا من الكشوفات، لأن الوضع الراهن يتحتم عليها أن تتعاون معهم، لأنها لم تعطيهم تذاكر خريجي التذاكر للعودة إلى بلدهم وأصبحوا عالقين. يجب عليها كذلك أن لا تتعامل مع هذه الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا على أنها فترة زمنية محسوبة قانونيا من فترات الابتعاد. أما تجاه طلاب النفقات الخاصة وهم كثيرون جدا، يجب عليها أن تتعامل مع السفارات وأن تدعم الملحقيات الثقافية، ويصير هذا الدعم مباشرة إلى أبناء النفقات الخاصة لتساعدهم في التجارات، تساعدهم في الأشياء الضرورية كالغذاء والوقاية الصحية. أنا أتكلم اليوم عن مئات الأسر. عندنا في ماليزيا 70% من الطلبة المبتعثين في ماليزيا بين قوسين المبتعثين هم من أصحاب الأسر والعوائل. نحن نتكلم عن مئات الأسر، نحن نتكلم عن مئات الأطفال، نحن نتكلم عن مصير مجهول لهؤلاء الطلبة، عن مصير مجهول لأسره ولأطفالهم في هذا البلد. شتى دول الابتعاد، الناس مسكونين في غرف في شققهم، يحتاجون الى اللقمه، يحتاجون الى الغذاء، يحتاجون الى دفع مصاريف. طيب محمد، السؤال يعني هل تخاطبتم مع السفاره حاليا؟ هل تخاطبتم مؤخرا مع السفاره، وما هي الردود؟ في الحقيقه السفاره اليمنيه في ماليزيا هي متعاونه الى حد ما.
المشكلة ليست عندنا في السفارات، المشكلة هنا قرار حكومة، هنا قرار دولة، نحن أمام قرار سيادي من الحكومة. اليوم نحن نحمل رئاسة الوزراء، صراحة نحن نحمل وزارة المالية، كل يوم وزارة التعليم العالي تخبرنا بأن الكشوفات جاهزة وأن الكشوفات أرسلت إلى وزارة المالية وأنهم ينتظرون وزارة المالية. وللأسف أنا أتكلم للأسف، قبل أسبوع شهدنا أو سمعنا عن تصريحين لشخصيتين رفيعتين في الحكومة، الأولى للخنبشي نائب رئيس الوزراء، يعني الرجل الثاني في الحكومة، والثاني تصريح لوزير التعليم العالي يوعدون الطلاب بأن أرباعهم وأن الربع هذا سيذهب إليهم قبل رمضان. نحن اليوم في ربع أو خمسة رمضان، هو سيل التصريحات لم يتوقف منذ يعني منذ أكثر من عام، ونحن نسمع تصريحات فيما يخص قضية الطلاب، ولكن للأسف يعني إما أن تكون تخديرية، يعني بمعنى أنهم يصرفون جانب من المستحقات وبعدها يهملون إلى سنة قادمة. يعني نتساءل أيضا هنا، يعني ما هي الخيارات أمامكم كحركة طلابية في حال استمر هذا كما يقال بالعامية التطنيش ولا مبالاة؟ والله نحن أصبحنا مثل القيادة السياسية في اليمن، يعني نتكلم عن الخيارات والخيارات الاستراتيجية، لكن نحن نتحدث أننا حركة طلابية، لسنا ملزمين بأي إلزام رسمي تجاه أي مؤسسة رسمية. نحن في الأخير حركات نقابية، الحركات النقابية أسقطت أنظمة وأسقطت حكومات، ولكنها حقوق مشروعة سيد محمد، الجمهورية والأحداث السياسية، يعني هي حقوق مشروعة بالنسبة لكم. نعم علي، نحن نتحدث اليوم بالضبط، الحكومة اليوم هي أمام خيارين، إما أن ترسل المستحقات المالية أو أن تشهد انتفاضة طلابية في الخارج. وللعلم الأحداث السياسية في كثير من الدول التي شهدت يعني حركات سياسية أسقطت حكوماتها من الخارج من كثير من الحركات الطلابية. الحركات الطلابية هي أعنف وأقوى الحركات المجتمعية، لأنها حركات قوية ومتماسكة، وقوتها وسر قوتها في قوة حقوقها التي تمتلكها أمام الحكومات. نعم، طيب تساؤل أخير هنا قبل أن أختم معك، يعني بالنسبة لجائحة كورونا التي يعني وصلت إلى كل البلدان، هل هناك حالات سجلت لطلاب في ماليزيا أو طلاب يعني موضوعون تحت الحجر الصحي؟ في البداية في هذا الموضوع أتمنى من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لإخواننا وزملائنا طلاب المبتعثين في روسيا، ونحن نتضامن معهم. أما في ماليزيا فالحمد لله إلى الآن لم تسجل أي حالة، ومن هنا أشكر الطلبة اليمنيين في ماليزيا بكل مستوياتهم التعليمية لاحترامهم للإجراءات القانونية وإجراءات الصحية وتعاملهم مع كل الإرشادات الحكومية وإرشادات السفارة اليمنية بكل جدية، فأنا أشكرهم وعليهم أن يلتزموا بهذه إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء. أشكرك سيد محمد الرشيدي رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا، كنت معنا عبر سكايب من هناك، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نذهب الآن لمتابعة هذا أو هذه الإفادة الخاصة التي يعني حصلنا عليها من رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في الصين يتحدث عن أوضاع الطلاب هناك، نشاهدها سويا. مشكلات الطالب اليمني في الصين كثيرة ومتنوعة، تتنوع بتنوع المنح الدراسية وبكثافة الطلاب. هناك طلاب يعانون بسبب تأخر المستحقات المالية المتراكمة لثلاثة أرباع مستحقة. هناك مشكلات التمديد القانونية التي تفرضها ظروف البحث. هناك مشكلات الاستمراريات وهذه أيضا قانونية. هناك مشكلة أخرى خلفها فيروس كورونا، وهي الطلاب العالقين الذين غادروا جامعاتهم إما داخل الصين إلى مدن أخرى أو خارج الصين إلى دول أخرى، وهؤلاء النسبة الأكبر منهم في ماليزيا. وماليزيا كلنا نعرف أنها بلد سياحي وتكاليف المعيشة هناك كبيرة جدا لا يستطيع طالب أن يتحملها. للأسف في الوقت الذي كان يجب أن تكون هناك حلقات كثيرة ولجان لإغاثة
الطلاب صحيا وإنسانيا ومساعدتهم بشكل عام، سواء الذين كانوا يدرسون على حسابهم الشخصي أو الذين لديهم منح جزئية. نناقش فقط الواجبات ونطالب فقط في الواجبات التي يجب على الحكومة القيام بها في الوضع الطبيعي. هؤلاء نسبة بسيطة من الطلاب لا يتعدى عددهم أو نسبتهم 20%. هناك قضايا شائكة كثيرة مثل قضية الابتعاث، قضية ربط الابتعاث بالتعليم العالي وحرمان الجامعات من تأهيل كوادرها في الخارج. المسؤولية تتوزع بين 3 وزارات، وهي وزارة التعليم العالي بالدرجة الأولى، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، إضافة إلى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. هذه القضايا كلها للأسف تؤثر على الطالب أكاديميا، فبدلا من أن يجعل الطالب من أولوياته والتميز الأكاديمي والإبداع العلمي، ينشغل بالبحث عن ما يسد به الرمق أو ما يحفظ به الكرامة. إذن مشاهدين، هذه كانت إفادة لرئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في الصين، وأعود إلى ضيفي من روسيا عبر سكايب، معنا أنور السفياني. سيد أنور، مرحبا بك مرة أخرى. ويعني نتساءل هنا، أنتم كطلاب يمنيين، الأزمة الحاصلة وهي أزمة كورونا مؤخرا عمت كل البلدان، يعني لو تحدثنا عن أوضاعكم، هل هي تختلف عن أوضاع بقية الطلاب لدول أخرى، أم أن يعني طلاب الدول الأخرى حلت مشاكلهم وأوضاعهم في السليم، فقط أنتم من تعانون؟ نعم، المشاكل تكاد تكون متشابهة، لكن على الأخذ بعين الاعتبار لتفشي جائحة كورونا. عندنا في روسيا الأوضاع صعبة جدا، الانتشار الوباء انتشر بشكل كبير، نتحدث عن أرقام كبيرة داخل روسيا. نشكر من هنا من هذا المنبر الحكومة الروسية على كل ما توليه لنا من اهتمام ورعاية، لكن يجب أن نطالب أو نطالب الحكومة الشرعية للإيفاء بالتزاماتها، على اعتبار أننا طلاب يمنيين، وعلى الحكومة اليمنية سرعة إرسال مستحقاتنا المالية المتأخرة، والأخذ بعين الاعتبار لكل المقترحات التي تقدمنا بها، سواء إلى السفارة اليمنية أو إلى الجهات الحكومية الأخرى من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. الأوضاع المعيشية للطلبة اليمنيين في روسيا صعبة جداً، كما تحدثت قبل قليل أنه أغلب الطلاب من طلاب النفقة الخاصة كانوا يعتمدون في الدرجة الأساسية على الأعمال اليومية. اليوم أغلب الطلاب يعيشون داخل السكنات في حجر صحي، في بعض السكنات لا يستطيعون الخروج، ولدينا طلاب عالقين تم إنزال أسماءهم في الربع الثالث، و لا لحد الآن لا يستطيعون العودة إلى اليمن بسبب الحظر، وأيضا من غير مستحقات مالية، هذه كمان مشكلة أخرى. أيضا لدينا طيب بالنسبة للمستحقات المالية، يعني لو وقفنا هنا قليلا، دراسية للطلاب اليمنيين. أنور، لو وقفنا هنا قليلا بما يتعلق بالمستحقات المالية، يعني ما نعرفه في كثير من الدول، يعني المستحقات المالية هي للربعين، الربع الرابع من عام 2019 والربع الأول من عام 2020. في روسيا هل يتشابه وضعكم مع بقية الطلاب في الدول الأخرى، أم أن المستحقات هي فقط لربع واحد أو أكثر، أم ماذا؟ بالنسبة للمستحقات المالية، طبعا الربع الرابع نحن لا نختلف عن بقية الدول، الربع الرابع للعام 2019 والربع الأول للعام 2020، ونحن الآن في إطار الربع الثالث للعام 2020، يعني 3/4 متأخرة لحد اللحظة، يعني لم نستلمها. سبعة أشهر تعيشون من غير مستحقات. صعبة في الأوضاع نعم. نعم تفضل. نعم، تخيل أن يكون طالب يمني يعني داخل على 4 حيطان زي ما يقولوا، من غير مستحقات مالية، لا يستطيع توفير الحياة الضرورية المعيشية والأدوات الصحية وما إلى ذلك. أنا هنا أتقدم بمناشدة إنسانية
إلى بالدرجة الأولى إلى الحكومة الشرعية لإنقاذنا من الوضع الكارثي الذي نعيشه، وفي الدرجة الثانية إلى كل المنظمات الإنسانية. أوضاع الطلبة اليمنيين الدارسين في روسيا صعبة جدا مع انتشار هذا الوباء. أغلب الطلاب اليمنيين يعيشون أوضاع يعني معيشية صعبة صعبة للغاية. أتوجه بهذا النداء لكل من يستطيع تقديم يد المساعدة والعون لإنقاذنا من هذا الوضع الذي نعيشه. ورسالة أخرى أتوجه فيها إلى وزارة الخارجية بدرجة رئيسية ورئاسة الوزراء على توجيه السفارة اليمنية وسعادة السفير للعمل بشكل أكبر، لأن دور السفارة لحد الآن يعتبر كارثة إلى الكارثة التي حلت فينا، يعني لا عمل ولا ولم نلمس منها أي تجاوب حتى اللحظة. نعم، لم تواجهوا بالرفض، وإنما كما فهمت منك بأن العمل لا يرقى إلى مستوى الأزمة الحاصلة من قبل السفارة. للأسف الشديد أستطيع القول أنها لم تقدم شيء حتى اللحظة. صحيح قدمت مبلغ بسيط جدا لا يكاد يذكر لزملائنا المرضى، لكن يعني أنوه أننا طالبنا في تاريخ 5 إبريل بتشكيل لجنة مشتركة من السفارة اليمنية والاتحاد للعمل على جمع البيانات وتشكيل لجنة طوارئ مهمتها متابعة الطلاب اليمنيين بشكل عام. لكن نحن في اللجنة التحضيرية للاتحاد شكلنا هذه اللجنة، ونعمل بكل طاقاتنا على رفع تقارير يومية بكل المستجدات الطارئة ورفعها إلى الجهة الحكومية على كل المستويات. وأيضا حاولنا قدر المستطاع أن نكون بجانب زملائنا، ووفرنا مبالغ بسيطة جدا من فاعلين خير لتوزيعها وتوزيع بعض المواد الصحية على الطلاب. وهذا عمل يجب أن تقوم به السفارة اليمنية. نحن لسنا جهة حكومية، نحن في الآخر يعني جهة نقابية مهامها محددة، ولا نملك أي إمكانيات. طيب، هل السفارة حاولتم اليمنية التواصل مع لديها وزارة التعليم إمكانيات العالي؟ وتستطيع أنور، التحرك حاولتم التواصل وتستطيع مع وزارة المخاطبات من التعليم الجهات العالي أو الحكومية. وزارة الخارجية يعني توصيل صوتكم إليهم؟ أنا شخصياً على تواصل مع كل المعنيين داخل وزارة التعليم العالي، ابتداءً من الوزير وحتى يعني آخرهم، أيضاً وزارة الخارجية على تواصل مستمر معهم، ورئاسة الجمهورية وكل الجهات الحكومية. وضعناهم بصورة ما يحصل وفق تقارير رسمية ترفع لهم كل يوم. نعم، وفي الأمس أخبرونا أنهم وجهوا السفارة اليمنية على العمل بشكل أكبر وتقديم يد المساعدة للطلاب، لكن للأسف الشديد ربما كالتوجيهات السابقة التي ضرب بها السفير عرض الحائط ولم يتحرك ولم يقبل هذه التوجيهات. نعم، إذن رسالة مختصرة وأخيرة قبل أن أختم معك، يعني تود قولها من خلال البرنامج. رسالتي الأخيرة على الحكومة بدرجة رئيسية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية الإيفاء بالتزاماتها. وكما تحدث الزميل من ماليزيا بأننا لن نصمت أكثر من هكذا، ولن ننتظر أن نموت من الوباء والجوع. اصرفوا مستحقاتنا المتأخرة وتعاملوا معنا بإيجابية ومسؤولية، لأننا في الأول والآخر نحن لن نصمت أكثر من هكذا، وسنعمل بكل ما نستطيع من أجل إيقاف هذا العبث الحاصل بمستقبلنا وحياتنا. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد أنور السفياني، رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد طلاب اليمنيين في روسيا، كنت معنا عبر سكايب من هناك، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، أرحب بضيفي الآن من المغرب، رئيس
اتحاد الطلاب اليمنيين هناك السيد علي العماد. سيد علي هل تسمعني؟ اهلا وسهلا. اهلا بك، اسعد الله مساك بكل خير. مساك الله بالخير اخي حبيبنا، مرحبا. اهلا بك. يعني نتحدث اليوم عن قضية الطلاب اليمنيين من مستحقات مالية ربعين لم تصرف حتى الآن، وأيضا أزمة كورونا القائمة والتي انعكست عليهم بشكل كبير. ما هي أوضاعكم أنتم في المغرب؟ مرحبا أخي الحبيب. أولا نشكر قناة بلقيس على اهتمامها ومتابعتها لمشاكل الطلاب الدارسين بالخارج، وتحديد أكثر من حلقة أو برنامج لمتابعة هموم الطلبة. ونحن كطلبة دارسين وباحثين في بلدان الابتعاث نشكر هذه القناة وطاقمها الإداري والتقني على هذا الاهتمام وعلى هذه المتابعة والاهتمام من قبلكم. وبالنسبة أخي الكريم، نحن في يعني طلاب اليمن في المغرب، يعني أرى أنا وجهة نظرنا ومطالبنا هي نفس جل المطالب التي يتكلم أو تكلم بها الإخوة الزملاء السابقين أو الذين ينادوا بها جميع الطلبة اليمنيين في الخارج في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الأزمة أو الجائحة العالمية الذي طغت على بلدان العالم بسبب فيروس كورونا كوفيد-19. وبالتالي نحن كطلاب اليمن في المغرب معنا مجمل قضايا أو بعض النقاط التي سوف نحب أن نطرحها، ونحن نكررها، ونحن نكرر مطالبنا دائما وأبدا، وفي كل الفعاليات وفي كل المناشدات وفي كل المقابلات التي أجريناها سواء في قناة بلقيس أو قناة اليمن أو إلى آخره أو في المواقع التواصل الاجتماعي، نناشد ونطالب حكومتنا والقيادة السياسية ممثلة بالوالد المشير عبد الرب منصور هادي حفظه الله ورعاه، وإذا ورئاسة الحكومة بمعية مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وأيضا ونحمل مسؤولية تامة لوزارة المالية ووزارة التعليم العالي، ونحن نطالب بتأخر أو نعاني من تأخر المستحقات وعدم انتظام صرف الأرباع للطلاب في الخارج. هذا واحد. أيضا الجهات ذات الاختصاص تتحمل مسؤولية تأخير المستحقات المالية رغم صدور الكشوفات من وزارة التعليم العالي وصدور توجيهات من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء بسرعة تحويل المستحقات إلى جميع الدول الابتعاث. نحن نعاني من مشكلة، يعني عندنا مشكلة تأخر الأرباع، وعندنا فيروس كورونا، وعندنا شهر رمضان المبارك. يعني الطالب هذا المبتعث الذي مقيم في خارج بلده يعاني من هذه الأشياء، سواء كان طالبا وحده أو طالبا بأسرته أو بعائلته. ونحمل الجهات المعنية عدم الاستجابة للمناشدات والمطالبات من قبل الاتحادات بالخارج وتغافلهم لمطالب الطلبة المبتعثين. نعم. وأيضا طيب نحن يا سيدي، يعني فيما يتعلق بموضوع كورونا، يعني هناك إجراءات مشددة اتخذت في أكثر من بلد، انعكس الأمر على الموظفين وعلى أبناء البلد نفسها، فما بالك بالطلاب المقيمين في هذه البلدان؟ يعني أنتم ما هي أوضاعكم مع يعني الواقع الغير مستقر حاليا؟ يعني كيف تعيشون؟ أخي الحبيب، أوضاع الطلبة الآن حاليا يعيشون تحت الحجر الصحي. الطلبة موجود، الدارسين يعانون من حجر صحي، حالة طوارئ. يعني لو نحتاج أي شيء من العاصمة لا نستطيع أن نتنقل من مدينة إلى مدينة. هذا أول شيء. الطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة أو الذين عندهم المنح وعندهم أربع متأخرة، واللي يعني يعانوا من 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 من, من ظروف قاسية. من, من 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 ماذا نقول؟ يعني جميع الطلاب الذين هم متواجدين سواء في المغرب أو في السودان أو في ماليزيا أو في روسيا
وماذا نسمعه وما نسمعه عن زملائنا في روسيا أو في الهند أو في باكستان من إصابات في أوساط الطلاب، نحن في المغرب طبعا إلى حد الآن يعترينا الخوف، لأنه يوم من الأيام قد ربما تنتقل أو نلاحظ إصابات تتواجد بين الطلبة في هذا البلد. ونحن قبل 4 أيام كانت هناك إصابة في أحد أبناء الجالية اليمنية، ولكن الحمد لله كانت النتيجة سلبية، كان حالة اشتبه بها والحمد لله كانت النتيجة سلبية، وأخذ إلى أحد المستشفيات الحكومية ووقع في الحجر الصحي لمدة 4 أيام، ثم أخرج من المستشفى لظهور النتائج السلبية. هذا الجزء. والطلبة الآن هما يعانون من مشاكل كثيرة، ومنها أنهم لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون التنقل ولا يستطيعون يعني ما بسبب قانون الطوارئ الصحي الذي فرض من قبل السلطات المغربية. إذا نسأل الله لكم السلامة سيد علي، أشكرك، نكتفي ونسأل الله لكم السلامة، وأيضا أن يفرج الله همكم وتحل هذه الأزمة القائمة. سيد علي العماد رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في المغرب كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. وأرحب بضيفي من الخرطوم وليد العور رئيس اتحاد طلاب اليمن في السودان، سينضم إلينا عبر سكايب. سيد علي مساء الخير، أو سيد وليد عفوا. أهلا وسهلا، اهلا بك. اهلا وسهلا، مساءك سعيد. اهلا بك سيد وليد، مشاهدين، وشكرا لقناة بلقيس على اهتمامها بقضايا الطلاب. اهلا بك سيد وليد. يعني منذ يومين كنت اقرا خبر في النشرة عن ان هناك اعتصام للطلاب اليمنيين في السودان، وانهم يناشدون الحكومة بانهم لا يريدون استمرار الاعتصام بسبب الوضع الصحي. ما الذي تم وما الذي يحدث في السودان؟ حقيقة أنا أكلمكم اليوم من داخل الملحقية الثقافية في الخرطوم، تعمدت أن يكون البث من داخل الملحقية حتى نوصل هذه القضية التي لنا اليوم 14 في الاعتصام، ولم نجد إلا تصريح من معالي الوزير بالتوجيه بالنظر في مظلومية هؤلاء الطلاب، 52 طالب، 39 طالب دراسات جامعية و13 طالب دراسات عليا أسقطت أسماءهم من الربع الرابع ولم يعالج ولم يتم لهم أي علاج جذري لهذه المشكلة. نعم، لكن ما دام وأنت في الملحقية يعني هناك كما يبدو تعاون من قبل السفارة معكم. السفارة تعاونت معنا، والأستاذ أحمد الربيعي رفع بمذكرات. تخيل أخي الكريم أننا رفعنا 4 إلى 5 مذكرات من تاريخ 20/1/2020 لتعديل البيانات وإدراج الطلاب في الربع الرابع، لكن للأسف المذكرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لم تأتينا الرد إلا في تاريخ 12 يناير، وكان الرد مخيب للآمل أنهم اعتمدوا لهم الربع الأول والثاني من 2020، مع أنه كان الحل لاعتماد سنة كاملة بسبب توقف الدراسة في السودان لعام كامل. نعم، طيب أنتم كما أفهم منك أنكم تعانون فقط من الربع الأول يعني، لكن فيما يتعلق بالربع الرابع ل 2019 يعني هل أوضاعكم مشابهة بالطلاب في بلدان أخرى أم أنكم استلمتم الربع الرابع في عام 2019؟ القضية المشتركة أستاذ الكريم، وليسمع الجهات المسؤولة عن القضية المشتركة بين كل الطلاب في دول الابتعاث، تأخر المستحقات المالية لطلاب الابتعاث لثلاثة أرباع متتالية، الربع الرابع من 2019 والربع الأول والربع الثاني من 2020، عدة مناشدات وعدة مطالبات ووقفات احتجاجية وطلب من الطلاب إلى السفارة وترجي وإلى آخره. لقد أصبحنا تعرفنا القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية أكثر مما تعرفنا الوزارة التعليم العالي والجهات المسؤولة علينا. رئاسة الجمهورية وجهت، رئاسة الوزراء وجهت، وزارة التعليم العالي تقول بأنها رفعت الكشوفات إلى المالية. هذا الكلام كان قبل شهر، إلى الآن لم يصلنا أي ربع ولا أي مستحقات، مع أننا نطالب بانتظام هذه المستحقات المالية حتى تحل المشكلة. نحن في السودان تواجهنا 3 مشاكل إضافة إلى هذه المشاكل. المشكلة الأولى جائحة كورونا التي تواجه الجميع. المشكلة الثانية وهي الوضع الاقتصادي في السودان.
نحن نواجه وضع اقتصادي سيء، ارتفاع في الأسعار، حظر شامل، عدم استطاعة الطلاب توفير المواد الغذائية. ودعني أسألك هنا سيد وليد، يعني فيما يتعلق بالسودان، نسأل الله العافية للجميع. السودان وضعها الاقتصادي ضعيف نوعا ما، وأنتم 7 أشهر إذا حسبناها بدون مستحقات، يعني كيف تعيشون؟ يعني هذا تساؤل مهم. كما تفضل أخي محمد من ماليزيا، أننا نعيش على الديون، كثير من الطلاب استدان، هؤلاء الطلاب المبتعثين. أضف إلى أنه في السودان لا يوجد هناك إمكانية أن يعمل الطالب أو أن يشوف له عمل يشتغل بجانب الدراسة، صعب جدا الوضع في السودان. أرهقتهم الديون. أنا شخصيا كرئيس اتحاد الطلاب تواصل بي عديد من الطلاب، يطلبون مال للدين، يطلبون استدانة، يطلبون مناشدة، يعني الوضع مزري وسيء. وباء كورونا من جهة، وضع اقتصادي من جهة، مستحقات مالية متأخرة من جهة، يعني أصبح الطالب اليمني بين جدران لا يدري ماذا يفعل وماذا يصنع بهذا الوضع الذي وصل إليه. كان الله في عونكم سيد وليد، أشكرك جزيل الشكر، رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر، ونود التنويه بأننا حاولنا التواصل مع جهات مسؤولة في وزارة التعليم العالي، ولكننا لم نجد منهم أي تجاوب، وبالتالي أيضا نحن نناشد الحكومة بأن يلتفتوا لهؤلاء الطلاب، يعني 7 أشهر بدون مستحقات، الناس يعني تعاني بشكل كبير، ووضع استثنائي، أزمة كورونا يعني انعكست عليهم بشكل كبير، فنتمنى التفاتة الحكومة لهم وحل هذه المشكلة القائمة بشكل دائم. إذن نكتفي بهذا القدر، وأشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.